عرفتيها من التعامل مع دكتور مجدي يعقوب، وخاصة انه راجل كان عايش بره وعنده اسمه عالميا وغيره، وخد قرار العمل التطوعي زي ما حضرتك. بص انا شفت صفات الالتزام، النظام، تكريس الوقت كله بين العلم والمريض، مفيش اهتمامات تانية، هو ما عندوش اهتمامات تانية، هو اهتماماته كده بس. فدي برضو كانت تجربة، ان انت بتعمل سيستم منضبط للعمل ولتأدية الاختصاصات والواجبات. يعني هو ده كان سر نجاح مركز أسوان، إن الجميع ملتزمين بنظام محدد للعمل، وده اللي بعد كده اتنقل في حتت كتير، والناس كلها إن أنت المسائل مش يلا بقى ويعني يلا نخلص بقى ولازم لا 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 لا، أنت اهتمامك الأساسي دي أكتر حاجة أنا اتعلمتها ولسه عندي لغاية دلوقتي، وهو التركيز على المريض. اسمح لنا نطلع لفاصل قصير.